فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ذكر بعض أهل العلم علامات لليلة القدر ككون الشمس تطلع صبيحتها لا شعاع لها. نعم، هذا ورد، ذكر ابن كثير شيئا من هذا، ذكر ابن كثير في تفسير هذه السورة، ذكر شيئا من التحريات والعلامات، منها ما ورد فيه دليل وإن كان ضعيفا، ومنها ما تفرسه بعض الصالحين بعض أهل العلم، لكن الله أعلم، الله أعلم. نعم.